نكمل يا شباب. هنا اخر سيكشن في شابتر 7 اللي بيتكلم عن الفيلوسي اناليسيس، بيتكلم عن الفورس اكتنج ان الميكانيزم. لو انا عندي فور بار لينكج كده وحليت الفيلوسي اناليسيس بتاعته عادي زي اول مساله خالص في الشابتر، جبت الفيلوسي بتاعت اني جوينت اي او بي، هيديك فورس جيفن على واحده من الاثنين، على اي او على بي. الفورس لما تضرب في الفيلوسي ده بتطلع لي باور. الفورس بتاعت A في الفلوس بتاعت بوينت A equals الفلوس بتاعت B في الفلوس بتاعت بوينت B، إذا efficiency كده بتاعت الكونكتنج رود ده 100%، يبقى FB equals FA VA على VB. هنا أنا عايز أجيب الـ FB لوحدها، الـ efficiency output على input، يبقى الفورس بتاعت B في الفلوس بتاعت B على الفورس بتاعت A في الفلوس بتاعت A. أو إن أنا ممكن أجيب الـ FB لو الـ efficiency مش 100% وأحط الإيد ده هنا. طب ممكن اقول تورك في اوميجا، يعني ممكن اقول التورك اللي بيأثر على الكرنك في الاوميجا بتاعت الكرنك اللي هو ايه؟ ايكوالز التورك اللي بيأثر على ال اوسيليتنج رود اللي في الاخر دوت اللي هو البي سي في الاوميجا بتاعته. واقدر اجيب برضه الافشنسي تورك في اوميجا اوتبوت على تورك في اوميجا انبوت. نعرف حاجه هنا اسمها الميكانيكال ادفانتج. دي عبارة عن الفورس الاوتبوت على الفورس الانبوت بي على ايه، او الفلوس الانبوت على الفلوس دي الاوتبوت. لو الافشنسي 100% طبعا، لكن لو الافشنسي بقيمة يبقى الام ال الاكشوال اللي هي الميكانيكال ادفانتج الاكشوال ايكوالز نفس القيم القديمة بس مضروبة في الافشنسي. والتورك ايه بنسميه الترايفنج تورك، والتورك بي بنسميه ريزيستنج تورك. الاكزامبل اللي موجود هو نفس الاكزامبل بتاع واحد، بس الحتة الزيادة اللي فيه انه بيقول لك هنا ان درايفنج تورك ليه ماجنتيود 50 نيوتن. ده موجود فين؟ ده موجود عند الكرانك، عند اللينك اللي مسميه هنا دي اي. احسب الفلوستي عند نقطة بي وكمان الانجلر فلوستي. طب الكلام ده انا ممكن اجيبه من الفلوستي اناليسيس. بعد كده عايز الميكانيكال ادفانتج والريزستنج تورك لو الافشنسي بتاعتي 70%. فانت عشان تحل الكلام دوت لازم تحل الفلوست الاول، يعني تجيب الفلوست بتاعت ايه عادي، ادي اول خطوه من البدايه بتاعتها برسم محل هندسي الفلوست بتاعت بي عمودي على البي سي، وبعدين من النقطه المعلومه اوقع خط بيوازي او سوري عمودي على الاي بي يقطع الخط اللي كان محل هندسي للفلوست بتاعت بي في نقطه بي. الكلام ده كله قديم. اقيس الفلوست ديت واجيب منها الاوميجا بتاعت ال A B، وأقيس الفلوستي بتاعت ال B وأجيب منها الأوميجا بتاعت ال B C. الكلام كله قديم. طيب أنا استفدت إيه بقى؟ أو إيه الحتة الزيادة؟ الإفشن 70% أطبق القانون اللي فوق اللي هو الميكانيكال أدفانتج إيتا أوميجا إيه على أوميجا بي. الأوميجا إيه دي كانت جيفن، والأوميجا بي أنا اللي حسبتها من خلال حلي الصح للفلوستي أناليسيس، فجبت الميكانيكال أدفانتج كده. طيب الريزستنج تورك ازاي اجيبه؟ برضه من الافشنسي تورك اوميجا على تورك اوميجا. الرول دي برضه فوق، كل حاجه فيها معروفه ما عدا التورك بتاع بي، لان انا جبت الاوميجا بتاع بي من خلال الحل الصح للفلوستي اناليسيس جبت التورك بتاع بي. دي الاضافات الجديده اللي ممكن تجي لك في مساله ليها علاقه بالفلوستي اناليسيس. كده احنا خلصنا الشابتر دوت. التوتوريال هتلاقيه مرفوع، واي سؤال انا موجود اونلاين على الجروب اللي هيتعمل للماده ديت باسم ميكانيكال سيستمز اي سي يو، وان شاء الله ما يكونش فيه اي مشاكل واي سؤال هيترفع انا هرد عليه في اسرع وقت باذن الله. وقبل الفيديوهات الجديده هيكون الرد كله موجود باذن الله. التوتوريال والفايل دوت او الملزمه ديت هتلاقيها موجوده على السايت بتاع الجامعه ان شاء الله. شكرا يا شباب، اشوفكم على خير.